في فقرة أيضا هاشتاج المنتصف يقول اسأل عبد العزيز الهادلق مين تضرر أكثر من التحكيم في هذا الموسم، الأهلي أو الهلال؟ ويقول لك إنه الهلال ما تضرر، الهلال لم يخسر ولا نقطة مع الحكم المحلي والأهلي خسر 6 نقاط. كلن يغني على ليلى، كلن يقول أنا المظلوم، وكلن يقول يعني لا، هو يعطيك اليوم في أرقام معينة يقول لك هذا خسر 6 نقاط وهذا ما خسر شيء. سأل وجاوب. أوكي، خسر 6 نقاط بما يراه هو إنه ايه؟ الحكم أخطأ عليه، ربما يمكن الحكم يعني أفاد في مباريات يعني أخرى. أنت ما أنت مقتنع إنه الهلال ما خسر ولا نقطة السنة هذه؟ أنا عندي قناعة أن الحكم يخطي لك ويخطي عليك. لا أتكلم عن الموسم، لكن أنا أقول لك يخطي لك ويخطي عليك، أنا هذه قناعتي في التحكيم. هذا واضح يا أبو ريان، لكن أنا أقصد في 14 مباراة الماضية الهلال خسر نقاط من التحكيم ولا لا؟ خسر طبعا، يخسر نقاط التحكيم 100%، زي أي نادي ثاني يخسر نقاط. طيب التحكيم، خليني أسألك حسن، كان عندك مداخلة في هالموضوع؟ لا بالعكس، أنا بس كلام أبو ريان يقول لك أنه يعني انه الهلال خسر بالتحكيم. انا بتكلم على على الزميل اللي سال او الاخ اللي سال السائل، انه أيوه. سال وجاوب، قال له هل تتوقع انه الهلال متضرر بالتحكيم؟ بعدين جاوب قال له الاهلي هو اكثر تضررا. يعني طيب انت عطنا رايك، انت مع اللي يسال ولا مع ابو ريان؟ لا طبعا، انا رايي قلته في البرنامج عندك، انا اقول لك انه الاهلي الاهلي اكثر نادي تضرر من التحكيم خلال هذا الموسم. في كل مباراه له ضربه جزاء لم تحتسب. الاهلي افترض لو كان الفهد المرداسي رجل تعامل مع المباراة كحكم كرة قدم في مباراة الأهلي والشباب، كان الأهلي الآن متصدر، لكن شفنا المجزرة اللي حصلت في ذيك المباراة. هذه بس واحدة من 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 13 مباراة. طيب وبالنسبة للهلال، هو الأقل اليوم أخطاء ضده في التحكيم؟ يعني الهلال ممتاز مع الحكام المحليين، يمكن مع الأجانب مباراتين حكام أجانب خسر فيها. ممتاز ها؟ ممتاز. الهلال طيب. ممتاز، ما قلت الحكم. شكرا حسن عبد القادر ناقد الحصري لبرنامج المنتصف، شكرا عبد العزيز الهدلق ايضا ناقد الحصري، شكرا بريان. شكرا لك، نتمنى ان شاء الله ان التحكيم يعني يكون عادل ومنصف للجميع، وتكون ان شاء الله موعدنا على نهايه الموسم ان شاء الله على هالطاوله هذه ايه؟ نتكلم بتفاصيل ونشرح التحكيم تشريح جيد ان شاء الله. ابو محمد شكله واثق ابو ريان ها؟ يستاهل ابو ريان، انا على فكره يعني حتى وانت ناقشنا، لكن يظل اخو عزيز يشهد الله له احترامه وتقديره. طيب. من الناس اللي احب ان اطلع معاهم في البرنامج. طيب احنا باقي تقريبا ساعتين ونشوف صفقه النادي الاهلي الجديده مثل ما قال حسن، خلونا ننتظر وبكره راح نفصل ان شاء الله في الموضوع. في امان الله.